السلطنة العثمانية أيام السلطان عبد المجيد في سنة 1850 تقريبا فكر أن يربط المدن بشبكة من الخطوط الحديدية، وخاصة في الدولة العثمانية في تركيا بالذات، أي أنها في أوروبا. ومدة الخطوط الحديدية في السلطنة العثمانية، وبدأت المشاريع منذ تلك الفترة. كان في هناك مشاريع سكك حديدية أخرى موجودة في الدولة العثمانية قبل البدء بمشروع خط سكة حديد الحجاز. المعروف أن أحد المبعوثين الأمريكيين وهو زامبل من أصل ألماني قدم فكرة لهذا المشروع قبل عام 1876. فكر في ربط المدن والولايات بكاملها بشبكة حديدية، وكانت الفكرة هي الفكرة العسكرية والسيطرة مع ربط المدن البعيدة جدا عن العاصمة إسطنبول. كانت هناك فكرة قد صرح عنها أيضا محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في إحياء الجامعة الإسلامية وربط الدول الإسلامية مع بعضها لتأمين اتحاد عالمي إسلامي، وقد راقت هذه الفكرة للسلطان عبد الحميد أيضا، فإذا لابد لنا من أن نقيم شبكة هذه الخطوط لإحياء جامعة إسلامية. الحجاز بنحو تقريبا 1302 كيلو يقطعها المسافرون بمسافة 40 يوم، كانوا يتعرضوا بها الحجاج إلى اعتداءات أحيانا من القبائل، صعوبة الطقس، وبالتالي أما قطار الحجاز فقد أطلق على مشروع كبير جدا وعظيم جدا خدم المدينة المنورة في فترة من الفترات، حيث ربط ما بين الشام وما بين الحجاز أو خاصة المدينة المنورة وما بين تركيا. هذول السكان حقين أهل المدينة اللي داخل الحوائر هذه لما سمعوا صرخة القطار خرجت العالم عن بكرة أبيها لتشاهد القطار، ومن جملتها السيد عباس والسيد هاشم برزنجي اللي رووا القصة. الحاصل خرجوا وشاهدوا القطار، جاء القطار يدوي دوي فوق العالم، له صرخات هائلة يعني بلغ صوته إلى المفرحات يا حضرة الأفندي. المحطة التي تأسست في عمان عام 1903 ووصل لها القطار أضحت هي الميناء الجديد الذي يرفض عمان بكل شيء جديد. المحطة هي التي تكونت فيها معالم أحياء عمان الأولى، وهو من أحياء القديمة جدا، تشكلت فيها نسيج اجتماعي متعدد الأقوام ومتعدد الخلفيات الثقافية. و
الذي أحيا حيفا وسمى هو الخط الحديد الحجازي. فغدت حيفا أهل الشام وبلاد الشام فرحوا بذلك فرحا شديدا. هذا الفرح ينعكس دائما على عمارتهم. دائما إذا نحن نظرنا في النظرية المعمارية نجد أن أي أحداث كبيرة تنعكس على نظرية معمارية. فوصلوا إلى أنهم حاولوا أن يقدموا من خلال محطات وأبنية الخط الحديدي الحجازي التي نشأت نشوءا جديدا، لا سيما في إسطنبول وفي دمشق وفي المدينة المنورة، حاولوا أن يقدموا أفكاراً وتفكيراً جديداً. هذا التفكير الجديد هو تفكير ممكن أن نسميه تذكارياً، يعني هو يؤرخ لهذه الحالة ولهذه الظاهرة العظيمة التي هي خط الحديد الحجازي، فيؤرخ لها بشكل معماري جديد. وإذا رجعنا في التاريخ أيضا للوراء، أراد العثمانيون والألمان من الخط الحديد الحجازي ومن الورشات التي أنشئت في القدم أن يكون هذا المعمل غير أنه معمل يعين على استثمار الخط الحديد الحجازي ويقوم بصيانة العربات، كان فيه من التجهيزات والأدوات ما كان يعين على صناعة حربية مناسبة لذلك الوقت. هذا كان من أحد الأسباب الخفية لإنشاء الخط الحديد الحجازي. كما قلنا هنالك هدف عسكري لوصول القوات العثمانية لجنوب الجزيرة العربية وإيجاد هذا الفاصل، الجانب العسكري ربط قواتهم بشكل سلس مع المركز الذي كان باسطنبول أو دمشق، والسبب الآخر هو إمكانية تصنيع أدوات عسكرية في معمل القدم لصالح هذه القوات. خلال الفترة الزمنية ما بين الحرب العالمية الأولى والانتداب والاستعمار استخدم هذا الخط داخليا من قبل إدارة كل دولة من هذه الدول التي تقيم فيه، بالإضافة إلى تقطيع أوصاله في كل منطقة من المناطق، وأهمل هذا الخط فيما بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يعد هذا القطار يصل لا إلى حيفا ولا إلى المدينة المنورة، ولا يربط فلسطين ببلاد الشام، ولا يربط بفلسطين بالحجاز. لا أدري، ب46 بنهاية أول 47 كنت أرغب بالركوب من محطة حيفا
إلى تجاه عكا. هذه العصابات الصهيونية أرادت أن تقضي على آخر علامة من علامات وحدة الأراضي السورية التي كانت موجودة بالعهد العثماني وتقطعت الأوصال في الانتداب البريطاني. هذا جرت محاولات عديدة ولكن كل هذه المحاولات لم ترقى لمستوى أن تعيد لهذا الخط ما كان مصمما لأجله، إضافة إلى أن الزمن أضاف لهذه المعضلات معضلة أخرى هي عمر هذا الخط. هذا الخط له مواصفات هندسية كانت تنسجم مع بداية القرن العشرين، نحن أصبحنا الآن في الخمسينات، لم يعد هذا الخط يلبي طموح الدول المشتركة فيه. من المعلوم أن الإرادة المشتركة تنبع من عوامل كثيرة، ومثلا نظرة واضحة لهذا العمل المشترك، إيمان بأن هنالك عمل مشترك يجب أن يكون بين هذه الدول، قناعة كل دولة من هذه الدول بأن العمل الذي سينجز سينعكس عليها بشكل مباشر أو جد أو مفيد، والنقطة الرابعة والهامة أيضا أن تتوفر لديها الإمكانيات المادية للقيام بهذا العمل، إضافة لوجهات نظر أخرى سياسية ممكن أن تكون قد لعبت دور في هذا الموضوع. كل هذا لم يوفر إرادة مشتركة لهذه الدول لإعادة هذا الخط. مشروع قطار الحجاز أو الخط الحديدي أو قطار الحجاز كما كان يسمى مشروع انتهى. أيام العهد العثماني جدي كان بحيفا معتمد أمين خزينة، يطلع من حيفا ويصل للمدينة مشواره ذهاب وإياب يتحمل 15 يوم يوزع رواتب على الموظفين. والدي كان معاون مدير جر، مدير جر يعني مو شغلة كلمة هينة، مدير جر يعني مدير جر مسؤول عن الأدوات المحركة والمتحركة للخط من حيفا للمدينة للشام. استيقظت كل الذكريات فيك يا قاطرة من الطفولة لحد الآن، كبرت وصرت هي اللي قضيت العمر كله عليها، من طفاتي نبضي ونبض أولادي ونبض فيها نبض من أبي. أنا ولدت برحم هالقاطرات هي وجيت، ومن هالماء الجوفار هذا من ماية السخنة هي خسلوني لما كنت جنين صغير. هالقاطرات على فكرة كانت ضرتها الودودة لزوجتي، مو اللدودة يعني تحبها بس تأمن فيها. فلذلك عندما ينشطر الصبح بقبلة مودعة تفجر فيها الحياة، وفي المساء تشم رائحتي، فإن فاحت رائحة قاطرتي أعلنت ضمتني وأعلنت بهجة عودتي. والد زوجتي قال لي انه سنة 43 كان طالع بوصلة من سمخ، كانت البوصلة جاية من حيفا، القاطرات السورية بتستلم جر القطار من سمخ لدرعة ما بتروح على حيفا. عمل تزحلق بقلب النفق بوجود مي، برشح مي النفق على الأضبان تزحلق، وبعد ما طلعوا دي انه اسمهان كانت موجودة بالقطار جاية من حيفا بدها تروح على إزرع، من إزرع على سويدا لأنه بيت أهلها وجوزها بالسويدا. كانت لابسة لباس ضابط إنجليزي برتبة كابتن نقيب، وكانت لابسة خراطة، جرابات عسكرية وخراطة طويلة شوي، وشافوها وقت نزلت بإزرع. هذا معمل الأدم سنة 34-35 كان تعداده شيء 1500 عامل. شوف القسم هذا في تقريبا 10-12 شاحنة عم تتصلح. ليش؟ لأنه في نقل منذ إنشاء الخط الحديدي الحجازي إنشاء هذا المعمل.
يعني بجوز تعمر بالألف وتسعمية واثنين، اجوا معلمين أتراك، كلها خبرات أتراك، استخدموا يد عاملة محلية. بعد 44 لما طلعت تقاعد استدعاني الخط، فجينا أنا وأخي أبو فؤاد عزيز القاسم وأعدنا بناء هذه القاطرة الجميلة، وأعدنا إليها سيرتها الأولى مثل ما هي. يا سلام يا سلام، كانت البضائع تجينا من بطن الشام تازة يا حياة الروح، التفاح والبرقوق والمشمش والعنب، وكمان لا تنسى هناك اللي نستعمله دائما بعض الأحيان، المقدوس وجيك والزيوت والأشياء الثانية، والمدن الأخرى أبدا، القعقع والفستق والبندق، يعني يمر على أنطاكيا فيأخذ منها من تجارها صناديق، ويأخذ من حلب صناديق، ويأخذ من حلب كما من الشام كذلك فواكهها، ومن الأردن البدنجان الأحمر والبرتقال ويوسف أفندي وغيره، ويجيبها إلى المدينة المنورة، وكانوا ينتفعوا أهل المدينة حتى الخضرة تازة. الخط الحديدي الحجازي بأوجه، عدد القاطرات من جميع الفئات مناورة أو سفر كانوا 132 قاطرة وشي 1700 شاحنة. في قطار 500 واحد هذا كان يطلع من الهون يروح على حيفا، وبالرجعة يعملوا التلاقي بزيزون، واحد رايح واحد جاي كان لحيفا. كان الخط الحجازي ينقل البضاعة من ميناء حيفا عبر الوادي اليرموك ودرعا للأردن، لأنه الأردن ما كان عندهم ميناء العقبة. سوريا كانت تستورد بضائع عن طريق ميناء بيروت قبل ما يصيروا طرطوس ولا دي. لما ضرب جسر الحمى ضرب شريان، أول شريان الحكومة الأردنية بالتنقيب بحثت عن مادة الفوسفات، تقريبا بالخمسينات بالخمسة وخمسين بلش نقل الفوسفات من عمان عبر سوريا لميناء بيروت على البحر. اتفاقية ترانزيت دولية كان عاطية للنقل 60% عبر القطارات و40% بالسيارات إجباري. تمينا بالحالة هي هيك لحرب لبنان سنة 75، انقطع نقل الفوسفات، الخط جمد وخط الحمى جمد، صرنا نشتغل على نقل البضائع الداخلية بين سوريا والأردن أو لتجار بحوران، يعني شغلة يعني ما بتغطي نفقات الخط. عربات الركاب بالخط الحديدي الحجازي تنقسم إلى ثلاث درجات: أولى مقاعد جلدية، درجة ثانية مقاعد خيزران، ودرجة ثالثة المسند خشب والأرضية خشب. في غرفة خاصة للسيدات، يعني إذا سيدة طالعة مو مع عيلتها مو مع جوزها تقعد مع النسوان، الغرفة تبعها عليها بلور أبيض مكتوب عليه السيدات، تطلع من الأنوات للحمة تذكرة ذهاب وإياب 5 ليرات سوري، هاي بالخمسينات،
ونفس الشيء من درعا للحمص ذهاب وإياب 5 ليرات بسعر الشام. سنة 54 55 56 كلفنا بنقل الحجاج من دمشق إلى معان، وكان يروحوا من معان للعقبة بالسيارات، وبالعقبة بالباخرة تروح على جدة، يعني بين ما تروح الباخرة وترجع نحن كنا رجعنا على الشام وأخذنا النقلة الثانية. يعني كانت رحلة الحج عبارة عن أربع مجموعات، كل مجموعة 4 قطارات، كل قطار استيعابه 1200 راكب، يطلعوا 4 قطارات، كل قطار 300 300. هذا الخط اللي هلا نحن فيه هو خط حيفا درعا، عملوه بسنتين، يعني من 1903 ل 1905، وبيمرق باحلى المناطق الجغرافيه هون، يعني بالشرق الاوسط، انه بيجي مثلا من حيفا بينزل بسهل العفوله هيك، يعني لسهل العفوله، بعدين برد بينزل لمنطقه اسمها جسر مجامع، هي قبل سمخ، قبل طبريه، هي اخفض نقطه سكه حديديه بالعالم، يعني تقريبا انخفاضها تحت سطح البحر شي 256 متر تقريبا، وبعدين بقى برد بيطلع باتجاه الحمه وباتجاه درعا، وطبعا وبيتخللوا هالخط هذا 7 انفاق 16 جسر. توثيق تاريخ السكة يبدو مطلبا ملحا، لأن هذا المشروع هو آخر ما تبقى من زمن الأمة، أو ما يقال بأنها دولة الأمة أو الخلافة الإسلامية.